ما يدعو للفخر أيضا هو إنه علمائنا في الجامعات المصرية والمعاهد البحثية والأكاديميات الحقيقة هم مش بس مخهم نور، هم طول الوقت شغالين. ويمكن حظي الجيد إنه إحنا امبارح كنا بنتكلم على إنجاز طبي عظيم حصل في كلية الطب جامعة طنطا، فيبقى النهاردة أيضا إنجاز لو صح الكلام يبقى نقول مثلا إيه طاقوي هندسي بيئي أيضا، ولكن في هندسة طنطا مرة كمان. برافو بصراحة. إيه هو الموضوع؟ الموضوع إنه علمائنا في جامعة طنطا، وأنا أصر على استخدام كلمة علمائنا في جامعة طنطا، اشتغلوا على إنتاج الوقود من زيوت الطعام المستهلكة. علمائنا في كلية الهندسة. معانا دكتور مدحت أبو اليزيد، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا أستاذ يوسف، ومساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. إزاي الحال؟ كله حلو؟ الحمد لله. طبعا الحمد لله زي الفل. الحمد هو لله. هو جامعة طنطا مش هتكف عن إبهارنا بقى ولا إيه؟ الحمد لله. والله في الحقيقة يعني الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، صحيح، حتى لما كان هو عميد الكلية من 3 سنين، الحقيقة هو كان متبني الفكر ده من أول انطلاق رؤية مصر 2030، وكان هو بيحب دايما المشاريع الإنتاجية اللي بتفيد المهندسين في التخرج، إن هو يلاقي فرصة عمل كويسة يحسن الدخل بتاعه، وفي نفس الوقت طبعا في الأساس بتفيد العملية البحثية والنشر العلمي ورفع التصنيف بتاع الجامعات. والحمد لله التصنيف في جامعة طنطا الحمد لله يعني بقى ما شاء الله حاجة كويسة جدا. وطبعا ده انعكس على ان في عدد كبير جدا من المشاريع البحثيه المموله من جامعه طنطا، يعني مبالغ كبيره جدا. دكتور كمال عكاشه نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث يعني دفع بكميات كبيره جدا من المشروعات البحثيه والدعم الكامل لانشاء المعامل البحثيه. يعني احنا الحمد لله معمل المحركات ومعمل الوقود بكليه الهندسه تحت اشراف الدكتور هاجر علام الدين، المعمل ما شاء الله مجهز بأحدث الأجهزة العلمية. مش هنقول إنه هو بينافس بس على المستوى المحلي، لكن الحمد لله على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي إحنا الحمد لله الأبحاث العلمية اللي بتطلع من جامعة طنطا وكلية الهندسة قدرت تدخل كلية الهندسة في تصنيف البترول، ودي أول مرة تحصل. حلو. فترة طويلة جدا. طيب. إحنا نخش في التصنيف الدولي تصنيف شنغهاي لتخصص البترول. هايل. طيب ما تقولي على موضوع انتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستهلكة ده. ما هي دي النقطة. احنا الحمد لله الموضوع ده مش نتاج النهاردة او مش بداية في شغل النهاردة، لا احنا شغالين فيه من فترة تعدت 5 سنين. بدأنا بان احنا نطلع وقود حيوي من مخلفات الزيوت، ونطلعها من مش من زيوت الاكل بس، لا نطلعها كمان من الطحالب، نطلعها من منتجات مخلفات زراعية. في الآخر في الفترة اللي فاتت دي انتشر قوي موضوع الزيوت اللي هي مستهلكة أو الزيت الراجع من الأكل، وإحنا بناخده نعمل له عمليات 3 عمليات صناعية أو 3 عمليات على شكل كبير، لأن إحنا في الكلية بنستعمل زيوت بشكل كبير وبنعلم الطلبة إن هو يعمل منتج كبير، يعني مش مجرد على شغل معملي حاجة صغيرة كده، لا إنتاج كمي. إنتاج كمي هي دي النقطة الحقيقية اللي احنا في الجامعه بنسعى اليها، واداره الجامعه بتحس بيها ان تعمل مشروع بحيث ان هو يبقى نافع للطلبه ونافع للمجتمع، بحيث ان هو يبقى حاجه فعليه نقدر نطبقها على ارض الواقع. حلو. فبدانا ان احنا فعلا نجيب مشاريع بحثيه ودعم من جامعه طنطا ومن خارج جامعه طنطا، بحيث ان احنا نقدر نبني منظومات متكامله ناخد الزيوت اللي بتيجي من المستهلكه دي او الزيت الراجع ده او اللي هو يعتبر المفروض يعني استعمل والمفروض انه بيترمي، احنا بناخده نعمل له عمليه تصفيه وننضفه وفلتره، وبعد كده بنعمل المرحله الثانيه ندخله على مرحله تفاعلات كيميائيه معينه بان انا اكسر الروابط الكيميائيه بتاعته، وبعدين انقيه بشكل معين، وبعدين المرحله الاخيره ان انا اتاكد ان الزيت ده مطابق للمواصفات الدوليه اللي تخليني اقدر استعمله في المحركات او اجهزه الحرق، سواء بقى محركات سيارات او افران صناعيه. يعني احنا الحمد لله شركه السكر في الحمول عندنا ناس منهم بييجوا يعملوا تصميمات على الغليات بتاعتهم، ان احنا نحسن في اداء الغليات وان احنا ازاي نستعمل الزيوت النباتيه دي او الزيوت البايو ديزل في الغليات. فاحنا بناخد الزيت ده
ونتأكد ان هو المواصفات بتاعته مطابقة للمواصفات الدولية، بحيث ان هو نضمن ما يحصلش مشاكل في اجزاء المحرك، اجزاء اللي هي دارك الوصول. وحصلت تجارب عملية على ده؟ طبعا لازم احنا بقى بعد ما نعمل التجارب نتأكد ان الوقود بتاعي مطابق للمواصفات، نبدأ نعمل تجارب عملية. والموضوع ده في الحقيقة يعني احنا الحمد لله المعمل بتاعنا مجهز تجهيز على اعلى مستوى باحدث اجهزه في العالم، ان احنا نقدر نعمل اختبارات كامله سواء للسيارات، ان احنا نعمل اداء دراسه اداء كامله لمحرك السياره والعوادم اللي بتطلع منها. والحمد لله في الفتره اللي فاتت دي احنا قدرنا ان احنا مش بس نستعمل الوقود في المحرك تحت اي ظروف، لا ده احنا قدرنا نستعمله عند معدلات اداء عاليه جدا اعلى من الوقود العادي، وقدرنا نستعمل وقود اللي هو البايو ديزل اللي طالع من الزيت ده بنسبة 100% في المحرك. يعني احنا بدلنا الوقود العادي 100% وحطينا بايو ديزل، مع ان العالم كله الحمد لله يعني يقول لك 20 30% 40% بس، لانه هو بيحصل عندهم مشاكل في الاستعمال. لكن طيب احنا الحمد لله ده وقود يخليني استبدل بيه محركات او استبدله في محركات الديزل ولا في محركات البنزين ولا في الاثنين؟ لا هو بس ينفع في محركات الديزل فقط، لان دي طبيعه الحرق بتاعته، يعني هي بتتبع، عشان كده احنا بنسميه البايو ديزل او البديل للديزل، يعني ديزل نسبه لمحركات الديزل، فهو يفضل في الديزل والافران الصناعيه. اذا هذا الوقود اليق اضافات اخرى، اذا هذا الوقود اليق للاستخدامات في المحركات الصناعيه او المحركات الديزل الثقيله. تمام. والافران الصناعيه، والغلايات. هل هذا الوقود بيحتاج اعتمادات بقى، براءة اختراع، اعتمادات أخرى دولية، بحيث أنه يتم إنتاجه على نطاق واسع، إنتاج بقى كمي صناعي حقيقي أقدر أورد بيه للمصانع المختلفة وما إلى ذلك؟ هو مش محتاج أن احنا ناخد شهادات من حد، لأن احنا المفروض بناخد الوقود ده ونختبره في معامل البترول، شركة البترول في مصر هنا، ونتأكد ان المواصفات بتاعته مطابقة. وده حصل مش كده؟ وده حصل فعلا، وعملنا كذا مرة، يعني مش مرة واحدة، لا احنا ودينا كذا عينة على مراحل مختلفة. بقول لسيادتك احنا شغالين بقالنا في حدود 5 سنين، وبعدين احنا بنعمل حاجة اهم من ده كله، ان احنا الابحاث بتاعتنا بتتنشر في اكبر المجلات العالمية. هايل. وتحت مظلة مشاريع بحثية ممولة، وبتراجع كل 3 شهور بيحصل مراجعة، او كل 6 شهور مراجعه للشغل بتاعنا ايه، ونشوف الابحاث دي اتعملت ازاي، وبراجعوا الخطوات بتاعتنا، يعني في مراجعه قويه جدا. عشان كده احنا ما بنعلنش على الحاجه الا بعد ما تنتهي، مش مجرد، يعني لو سيادتك عرفت مجموعه الصور والفيديوهات هتلاقي احنا منتج حقيقي، حاجه حقيقيه بتشتغل، محركات بتشتغل بالفعل، ونتائج طالعه بالفعل، وابحاث حقيقيه بتتنشر في اكبر مجلات العالم، دي حاجة معروفة. شيء يشرف الحقيقة دكتور جدا، يعني لا بعد حدود، حقيقي شيء يشرف وحاجة تدعو فعلا للفخر. ونتمنى بقى ان احنا احاول قدر الامكان نفكر بشكل بقى ايه تاني اكثر اتساعا، فليكن مثلا انه كلية التجارة وادارة الاعمال بالجامعة تبدأ تعمل لنا دراسة جدوى كيفية تحويل ده إلى أنه يتحول بعد كده مصنع للإنتاج، يشتغل بقى بشكل استثماري وصناعي ومجدي اقتصاديا. طب وطرق جمع هذه الزيوت سواء إذا كان من جوه محافظة الغربية مش طنطا بس أو من الدلتا كلها تتم إزاي، بحيث أن نعرف أشغل المصنع اللي هينتج لي هذا الوقود اللي هورده بعد كده لمصانع أخرى قد تحتاجه. أنا عايز أشكرك جدا دكتور مدحت أبو اليزيد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا.